الخبر المفاجأة كبيرة قوي قوي بالنسبة لكل المتابعين هو استبعاد علي معلول من قائمة المنتخب التونسي. أكيد أكيد الاستبعاد مش هيكون فني، لأن صعب جدا جدا أي مدير فني في أي حتة في العالم يكون عنده لعيب بكواليتي علي معلول وبإمكانيات علي معلول ويستبعده فنيا من بطولة مهمة وقوية جدا زي دي، ومن مكان هو أصلا علي معلول متعود أنه هو يلعب فيه وهي مصر، يعني بيلعب على الأراضي المصرية دايما مع نادي الأهلي، فبالتالي كمان دي شعبية كبيرة جدا في مصر، فبالتالي كان ممكن يكون إضافة كبيرة جدا للمنتخب التونسي. فمحدش كان يتوقع القرار ده خالص، كلنا فوجئنا امبارح بعد مباراة تونس وكرواتيا اللي انتهت بفوز تونس 2-1 ان علي معلول خلاص تم اعلان القائمة النهائية بمنتخب تونس، وبناء عليه علي معلول بره هذه القائمة بشكل نهائي. مفاجأة هي بصراحة مفاجأة كبيرة جدا، علي معلول هيأثر فنيا مع المنتخب التونسي بكل تأكيد، هيأثر فنيا. النادي الأهلي مستفيد؟ النادي الاهلي مستفيد. ليه؟ لان علي معلول كان محتاج فعلا راحه كبيره، رغم ان كلنا اكيد كنا نتمنى نشوف لعيب بحجم علي معلول في بطوله الامم الافريقيه، طبعا طبعا يعني مع منتخب عربي شقيق زي منتخب التونسي اكيد، لكن الراحه دي اكيد جت في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه اللاعب، علشان علي معلول زي ما احنا شفنا الفتره الاخيره كلها بيلعب بشكل منتظم مع النادي الاهلي واحد الركائن الاساسيه في صفوف النادي الاهلي، عشان كده اكيد هتكون الراحه مهمه بالنسبه لعلي معلول، لكن اسباب استبعاده وهذه المفاجاه اكيد في حصل خلاف ما بينه وما بين ألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس. علي معلول الكلام عليه مش محتاج ان احنا نتكلم على علي معلول، كل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور الكره العربيه بشكل عام مش النادي الاهلي عارف قيمه هذا اللاعب. مش هبالغ لو قلت ان علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا، فعلا هو افضل ظهير ايسر في افريقيا. احنا بنقول كده عشان هو في النادي الاهلي والكلام من ده؟ لا خالص، ارقامه هي اللي بتقول كده. شوف عدد الاسيستات اللي عملها على مدار الموسم ده مع النادي الاهلي، عدد الاهداف اللي جابها حتى لو مش كتير، لكن هي اكيد كتير بالنسبه له كلاعب ظهير ايسر في صفوف النادي الاهلي، وده مركزه، والمركز ده مش دايما بيجيب اهداف يعني، لكن رغم كده علي معلول احرز اهداف عديده مؤثره في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم، منهم الهدف ده اللي كان في الاتحاد السكندري وكان بعد الدقيقه 90 والماتش ده خلص 2-0. الهدف الاول كان علي معلول، الهدف الثاني كان صالح جمعه لو تفتكروا يعني، لكن كان هدف مؤثر جدا ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مسيرته في بطوله الدوري، فبالتالي خساره كبيره للمنتخب التونسي عدم انضمام علي معلول لصفوفه ولقائمته في بطوله الامم الافريقيه. اكيد نتمنى كل التوفيق لعلي معلول خلال الفتره الجايه ان شاء الله، نتمنى ان هو يستريح بشكل كامل بشكل كويس عشان يكون لائق مع النادي الاهلي لما هو قادم من مراحل وتحديات هامه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي، سواء محليا او افريقيا او اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. اكيد علي معلول من ضمن هؤلاء اللاعبين المميزين جدا اللي بيعتمد عليهم النادي الاهلي بشكل كبير قوي.